الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني هؤلاء الذين يقفون على باب النبي عليه الصلاة والسلام ويصرخون بأعلى صوتهم: يا أبا القاسم أخرج إلينا، ربنا سبحانه وتعالى أدبهم، قال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. النبي عليه الصلاة والسلام لا ينبغي أن يخاطب كواحد منا، هذا له مقام كبير. ربنا سبحانه وتعالى خاطب الأنبياء بأسمائهم جميعا، قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، قال: يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. فربنا سبحانه وتعالى خاطب بعض الأنبياء بأسمائهم، ولكنه لم يخاطب النبي أبدا باسمه، قال: يا أيها النبي، يا أيها الرسول. فإذا كان الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض عرف لنبيه مقامه، أينبغي للمسلم أن يخاطب النبي في حياته أو بعد وفاته يقول: قال محمد بن عبد الله، قل صلى الله عليه وسلم، لأنه من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلا ينبغي أن ينادى النبي كما ينادى رجل عادي، هذا مما يجرح نفسه الشريفة. يعني قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، قال له: يا بني نحن إلى أدبك أحوج منا إلى علمك. فالإنسان لما بيكون أديب مع الذي يدله على الله عز وجل، هذا الأدب يسبب هذا التعاطف وهذه المودة وهذا العطاء. الإنسان يعيش بالقيم أكثر ما يعيش بالطعام والشراب، كما قال سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. الإنسان كلما رفع مستوى كلامه مع أمه وأبيه، مع من يربيه، مع دليله على الله عز وجل، مع نبيه عليه الصلاة والسلام، كلما رفع مستوى كلامه ارتقى إلى الله عز وجل بأدبه. والإنسان يرتقي بأدبه أضعاف ما يرتقي بعلمه. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. المنافقين في الأزمات الحادة في أثناء الغزوات كانوا يتسللون ويهربون إلى بيوتهم، ولا سيما في غزوة الخندق. في غزوة الخندق بلغت القلوب الحناجر، وابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فالمنافقون تسللوا لواذا، يعني لاذوا بحائط وتسللوا من خلفه، لاذوا بشجرة وتسللوا من خلفها، يعني هربوا إلى بيوتهم وقالوا: بيوتنا عورة. وما هي بعورة؟ الله سبحانه وتعالى يرى هؤلاء الذين يتسللون ويبتعدون ويؤثرون حظوظ أنفسهم على طاعة ربهم. الإنسان حينما يتعامل مع الله سبحانه وتعالى تحل كل مشكلاته. يعني إذا تسللت هاربا الله سبحانه وتعالى يعلم، إذا بقيت ثابتا الله سبحانه وتعالى يعلم، إذا قدمت مالك الله سبحانه وتعالى يعلم. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا،
فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني مرة سمعت قصة أن شابا متزوجا حسب أمواله ليدفع عنها الزكاة، بلغت الزكاة مبلغ معين، له زوجة بعيدة عن أجواء الإيمان أقنعته بأن يمتنع عن دفع الزكاة. ما هي إلا أيام له سيارة أصابها حادث، فقال والله الذي لا إله إلا هو دفعت أجرة تصليح السيارة مقدار الزكاة بالتمام والكمال، بالتمام والكمال. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني الإنسان لما بيخالف أمر الله عز وجل أو بيخالف أمر رسول الله، لماذا؟ لأنه معصوم ولأنه من عند الله وما ينطق عن الهوى. فإذا خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام، طيب إذا خالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته فكأنما خالف أمره في حياته، وإذا خالف أمر النبي فكأنما خالف أمر الله عز وجل، لقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فربنا عز وجل يحذرنا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة، مشكلة كبيرة. وربنا عز وجل عنده أدوية لمعالجة الأمراض النفسية لا تعد ولا تحصى، أدوية لا تعد ولا تحصى. هناك مصائب وهناك أمراض وهناك هموم وهناك أحزان. فإذا كان رب العزة يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر الله عز وجل أو أمر النبي في حياته أو سنته بعد مماته، لو سألت عالما وقال لك افعل كذا وكذا لأن النبي هكذا قال، هذا ليس توجيه العالم إنما هو توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا خالفت توجيه هذا العالم المأخوذ من توجيه النبي فقد خالفت شرع الله عز وجل. الإنسان في حركته اليومية، في زواجه، في تجارته، في بيعه، في شرائه، يقع في شبهات. اسأل، مفتاح العلم السؤال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسأل به خبيرا. فحينما تسأل تستوضح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما ندم من استشار ولا خاب من استخار. اسأل أهل العلم حول كل شبهة تعترض سبيلك. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يعني الإنسان حينما يخالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام في حياته أو سنته الصحيحة بعد مماته أو يخالف آية قرآنية يجب أن ينتظر العقاب، لقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وحينما يطمئن الإنسان على معصيته فهو في غباء ما بعده غباء، لأن الله سبحانه وتعالى لا يغفل عنه. سيدنا عمر رضي الله عنه قال عجبت لثلاث، عجبت لمؤمل والموت يطلبه، وعجبت لغافل وليس بمغفول عنه، وعجبت لضاحك ملأ فيه ولا يدري أساخط عنه الله أو راضي. ثم يقول الله عز وجل في ختام هذه السورة ألا إن لله ما في السماوات والأرض. لله، هذه اللام لام الملكية، يعني ما في السماوات والأرض لله لأنه خلقها ولأنه يملكها ولأنه يملك التصرف بها ولأن مصيرها إليه. أنت في الدنيا قد لا تملك هذا البيت، وقد تملكه ولا تنتفع به، وقد تملكه وتنتفع به، وقد تنظم أرضه فيؤخذ منك، ليس لك مصيره. الإنسان في الدنيا ملكيته محدودة، يملك الرقبة ولا يملك المنفعة، يملك المنفعة ولا يملك الرقبة، يملك الرقبة والمنفعة ولا يملك المصير،
لكن الله سبحانه وتعالى فيما قال العلماء: ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض، هو يملكها ويتصرف بها وإليه مصيرها. فأنت علاقتك بالنهاية مع الله عز وجل في كل صغيرة وكبيرة، إذا عملت الله وحده سعدت بهذه المعاملة، لأنه اعمل لوجه واحد يكفيك الوجوه كلها، ذاكرتك، عقلك، أهلك، أولادك، حرفتك، زبائنك، دكانك، أي شيء تعتز به هو ملك لله عز وجل، لقول الله عز وجل: قل اللهم مالك الملك. حتى في بعض الأحاديث القدسية: أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخطة والنقمة، فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك وادعوا لهم بالصلاح فإن صلاحهم بصلاحكم. هذه الآية: قل اللهم مالك الملك، كل شيء يملك الله مالكه أبدا. فإذا تعاملت معه وحده سعدت في الدنيا والآخرة، وإذا تعاملت مع شركاء ليس لهم من الأمر شيء، ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. تعامل مع إنسان، أرضي هذا الإنسان على حساب طاعة الله عز وجل، يسخط عنك هذا الإنسان ويسخط الله معه. ارضي الله عز وجل بسخط الناس، يرضى الله عنك ويرضي عنك الناس. لا إله إلا الله، هذا التوحيد، وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. ألا إن لله ما في السماوات والأرض. السماوات والأرض كلمة قرآنية يعبر بها عن الكون، الكون كله سماوات وأرض. ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض. في آية أخرى: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، كله لله سبحانه وتعالى ملكا وتصرفا ومصيرا. ما دام الشيء له، ماذا ينتج عن هذا الإيمان؟ قد يعلم ما أنتم عليه، يعني أنت تحت سمعه وبصره، أنت صفحة منبسطة أمامه مكشوف، يعلم سرك ونجواك، يعلم ما تعلن وما تسر، يعلم ما تعلن وما تخفي، يعلم نواياك البعيدة، يعلم وساوسك، يعلم هواجسك، يعلم صراعاتك، كل شيء يخطر في بالك هو في علم الله عز وجل. فلذلك الإنسان يستحي. الحديث القدسي: عبدي طهرت منظر الخلق سنين. الإنسان بيته منظر الخلق، يمكن ثيابه منظر الخلق، مركبته منظر الخلق، لك بدي بخة، يمكن يدهن مدخل البيت، يمكن يغير المفروشات، لك بدي أشياء أحدث. طهرت منظر الخلق سنين. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أفلا طهرت منظري ساعة. ما هو منظر الله سبحانه وتعالى؟ هو القلب، لأن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. إن الله لا ينظر إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب منظر الرب. من هنا قال سيدنا عمر رضي الله عنه: فتعاهد قلبك، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. في غل، في حقد، في غش، في خداع، في تكبر، في استعلاء، في أنانية، في أثرة، في حب للذات، في مسامحة، في عفو، في غيرية، في تواضع، في خوف من الله، هذا القلب منظر الرب. يعني الإنسان عليه أن يهتم بقلبه، لأنك إذا اهتممت بالظاهر ولم تهتم بالباطن فعملك لا يقدم ولا يؤخر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقد مر بنا من قبل حينما وصف الله أعمال الكفار الصالحة
بأنها كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. قد يعلم ما أنتم عليه، يعني أنت على أي شيء حينما عقدت هذا الزواج، أنت تنوي أن تطلقها بعد أن تنتهي الدراسة. قد يعلم ما أنتم عليه، حينما عقدت هذه الشراكة أنت تنوي أن تجعله خارج الشركة حينما يقوى مركزك وتأخذ منه هذه المصلحة. فهذه النوايا السيئة يعلمها الله عز وجل، والله رب النوايا. لذلك يعني أخلص النية فإن الناقد بصير، الناقد بصير. قال العلماء قد يعلم ما أنتم عليه، أي قد علم، لكن يعلم فعل مضارع، والمضارع يفيد التجدد والاستمرار، يعني كلما خطر في بالك شيء يعلمه، إذا غيرت موقفك يعلمه، إذا انتقلت من نية طيبة إلى نية سيئة يعلمها، من نية سيئة إلى طيبة يعلمها، نويت الطلاق يعلمه، ألغيت الطلاق يعلمه، نويت فض هذه الشركة يعلمه، نويت الاستمرار بها يعلم ذلك. قد يعلم ما أنتم عليه، العلم مستمر، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. يعني اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. أحيانا إذا قبضوا على مجرم يأمرونه أن يمثل الجريمة، لو نظرت إلى وجه مجرم يمثل الجريمة ترى له وجها يعني مغبرا مكفهرا مسودا كظيما. يوم القيامة حينما يقف الإنسان بين يدي الله عز وجل ويعرض الله له أعمال، لماذا فعلت هكذا؟ لماذا غششت الناس؟ لماذا بنيت مجدك على أنقاضهم؟ لماذا بنيت مالك على فقرهم؟ لماذا آذيتهم؟ لماذا فعلت بهم ما فعلت؟ ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. يعني هذه الآيات التي انتهت بها هذه السورة فيها تهديد، يعني قد يعلم ما أنتم عليه، هذا تهديد، وفيها بشارة، قد يعلم ما أنتم عليه، إن كنت على الحق فاطمئن، فالله سبحانه وتعالى يعلم من أنت ويعلم ما أنت عليه، وإذا كنت على غير الحق فهذا تهديد. يعني هي آية مبطنة، فيها تهديد وفيها بشارة، من صلحت سريرته ففيها بشارة، ومن ساءت سريرته ففيها إنذار وتهديد. ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم، والحمد لله رب العالمين.